السلام عليكم ورحمة الله. قرأت في إحدى المجموعات دعاء النبوي لقضاء الديون، وقال كاتب الكلمات: من ردد هذا الدعاء صباحا ومساء استجاب الله له وقضى عنه ديونه. الدعاء المقصود هو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الحقيقة أيها الإخوة، هناك من يفهم الدعاء منا بشكل خاطئ. هناك من يظن الدعاء على أنه موقف سلبي من الحياة، بحيث أنه يطلب من الله شيئا ثم يقعد ينتظر الإجابة دون أن يسعى ودون أن يعمل أي شيء، وهذا خطأ، وهذا يعتبر تواكلا وقعودا وعجزا يذمه الإسلام. نحن لو رجعنا إلى سبب ورود هذا الحديث من أوله لوجدنا القصة التالية. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة. فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون علي. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء السابق. نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه قعوده في المسجد في غير وقت الصلاة، فدفعه إلى ميادين الحياة، إلى العمل، إلى السعي، ولكن زوده أيضا بهذه الدعوات حتى تكون مفتاحا لتغيير نفسيته نحو العمل، نحو الهمة، نحو النشاط. يعني الآن شخص عاطل عن العمل، لا يسعى، لا يتعلم لغة، لا يتعلم على الحاسوب، لا يحضر دورات في الإدارة، لا يطور نفسه، لا يراسل الشركات، لا يبعث الإيميلات، طول الوقت جالس لا يفعل شيئا. ثم يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء ويقول: يا رب ترزقني وظيفة ممتازة في شركة محترمة براتب عالي يكفيني ويقضي عني ديوني. كيف يستجيب الله دعاءه؟ هذا دعاء لا يستجاب يا أخوان. قد يعطيه الله عز وجل شيئا في الآخرة، قد يصرف عنه شرا في الدنيا، لأنه دعا والله تكفل بإجابة الدعاء، لكن هذا الدعاء لا يستجاب لأنه مخالف لشروط الدعاء. الله تبارك وتعالى رتب الكون بهذا الشكل، أخضعه لقوانين، ربط الأسباب بمسبباتها، وأي خلل في هذا القانون فالله تعالى لا يقيم وزنا لكل هذه التضرعات وكل هذه الابتهالات. هذا توضيح حول مفهوم الدعاء أحببت أن أنقله لكم. السلام عليكم.